مشاهدينا طبعا الاعزاء، اهلا بيكم في بث وتغطيه جديده من قريه جنزور التابعه لمركز ومدينه بيركه السبعه بمحافظه المنوفيه، من منزل فاطمه الششتاوي صيدلانيه المنوفيه اللي لقت مصرعها في الحادث الاليم اللي نقلنا لحضراتكم تفاصيله من يومين، اللي لقت مصرعها على طريق مصر اسكندريه الزراعي اثناء عودتها من عملها باحد شركات الادويه بشبرا الخيمه، يعني عروسه الجنه اللي كان مقرر زواجها بعد شهرين، لكن كان للقدر رأي آخر وكتبت السطور الأخيرة في حياتها ولفظت أنفاسها الأخيرة على طريق مصر اسكندرية الزراعي أثناء عبورها الطريق، حيث صدمتها سيارة مسرعة مع حضراتكم من منزلها لتقديم واجب العزاء لأسرتها ووالدتها اللي منهارة جدا حزنا على الفقيدة، وأيضا هنسمع منها تفاصيل الحادث. البقالة يا فندم، وخلص تعزينا لحضرتك. فاطمة ربنا يرحمها ويصبركم جميعا، فاطمة الكل حزين عليها. احكي لنا ايه اللي حصل مع فاطمة وتوفت ازاي؟ فاطمة فيها، أنا سمعت إن قالوا إن في عربية خبطت، وبعدين روحنا اتصلوا علينا قالوا ده هي في المستشفى، روحنا المستشفى لقيناها متوفية. مين اللي بلغك الخبر؟ صاحبتها اللي هي من أيام ابتدائي، فاطمة برضك العريف، كلمتك في التليفون قالوا لك ان في عربية كانت خبطت؟ رنت التليفون أكتر من مرة، وعلى ما نطلع طلعت أنا بقى في آخر مرة قالت لي خالته غالية روح البطة المستشفى، بس فبقول لها فيها حاجة يا بطة فيها ايه، قالت لي معرفش والله. ما كانوش بلغوك انها لا اتوفت، لا لا، هما قالوا لك وهي بس قالت انا ما كنتش اعرف لما كانت هنا، قالت لي ما كنتش اعرف انها اتوفت والله يا خالته غالية. انت كنت فاكرة ان الموضوع يعني حاجة بسيطة. انا قلت يعني يعني هيكون زقة كده بتاع، ممكن يكون تهتك كسر، مش لما كنتش متخيلة انها توصل للوفاة يعني. ما كنتش متخيلة انها توصل للوفاة، ده دبلتها متطبقة على ايديها. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. طيب هي اتوفت على الفور يعني اول ما العربية خبطتها ولا توفت في المستشفى؟ لا هم قالوا هم شايلينها من المكان متوفية، حتى ناس امبارح قالوا كان في لما هي اتوفت وكانوا عايزين يشدوها شوية يركنوها في جنب، واحدة كان في رجل موجود هناك قال محدش يلمسها يا جماعة، محدش يجي ناحيتها، محدش يلمسها، حريم بس اللي يحاولوا ايه حركوها يعني. يحركوها ويغطوها. ده كان في نص الطريق على طريق مصر اسكندريه الزراعي. لا ما كانش في النص ولا حاجة، يعني هم كانوا عايزين يجيبوها في جنب بس شوية بعيد عن يعني على العربيات اللي التراب، رايحه والجايه. عن التراب على الأرض. ناس قالوا لي ده هي يا عيني ما كانتش، أنا كنت فاكرة إن بنتي بتعدي، يعني أنا كنت فاكرة إن بنتي غلطانة إن هي عدت الطريق كده وعفرت وعدت، إنما اتضح الأمر إن هي الوقت يا دوبك نزلت رجلها من العربية دي شالها على طول كده. يعني ما كانتش بتعدي الطريق، لا لا لا، يعني كانت نازله من العربيه اللي جايه فيها من القاهره من وهي اللي جاية منها من راكبها من إيوسنا، هي بتنزل إيوسنا من عربية الشركة، بتيجي من إيوسنا بدل ما تركب بركة السبع وتاخد عربية البلد بتيجي تركب طنطا على طول تنزلها قدام البلد وتعدي. ف هي نازله من العربيه اللي الميكروباص اللي راكبه فيه، العربيه التانيه خبطتها. العربية التانية خبطت. ربنا يرحمها يا رب ويصبركم. يا طيب رب احكي يا لنا عن رب. فاطمة يعني، وفاطمة عرفت ان كان فرحها بعد شهرين. فاطمة تعتبر واحدة اجتماعية محبوبة ما بين الناس، ما ودودة، ما بتحبش يعني تحب انها ما تزعلش حد منها، حتى كان ليلة الوفاة دي كان قابلتنا واحدة صاحبتها ببنتها قعدت تعمل لبنتها باي باي كتير قوي، قلت يمكن لما هي توفت قلت يمكن البنت دي ملاك وفي حاجة ما بينهم، زي ما كانت بتودعها يعني. زي ما كانك زي ما لقيتها كاتبة على البروفايل بتاعها بتاع الصفحة عندك هو كانت كاتبة كلمتين اللي البروفايل وجعوا اه القلب دول، كانت كاتبة ايه؟ انما هي ايام انما هي خلائل ايام قلائل والموعد الموعد الجنة. الجنة. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. زي ما تكوني كانت حاسة في ايام ما انا الاخيرة. بقول لها انت حتى لو كنت حاسة كنت اديني تنبيه اي حاجة، لكن هي ما لمحتش بأي حاجة في اخر صراحة. ايامها ما لمحتش بحاجة او كانت لا لا بتتكلم لا على لا لا الموت او اي حاجة؟ لا، كانتش بتتكلم عن موت خالص ولا اي حاجة، انا حتى لما كنت اقول لها ايه ربنا يكفينا شر موت الفجعة تقول لي كلها موت يا ماما، كلها موت، موت فجعة، موت ده كلها موت، قلت لها لا يا بطة موت الفجعة بيبقى صعب وبيوجع القلب وربنا يكفينا شر الطريق وشر المستخب. كانت هي بقى يعني كانت راضية بقضاء الله. الحمد لله الحمد لله.
طيب عرفت كمان ان صحابتك الحقيقة كانوا انهاروا جدا بسبب يعني وفاتها وحزنا عليها. هي تعتبر بطة يعني، مش بقالها كتير في الشركة، بطة شغالة من شهر واحد في الشركة بتاع القاهرة دي، بس ما شاء الله يعني كونت صداقات وصحاب هناك برضك، وليها علاقات كويسة معاهم. هي اتخرجت كلية الصيدلة جامعة المنوفية السنة اللي فاتت، اه يعني قعدت شهور وبعد كده اشتغلت في هي شركة من الأدوية. ساعة ما خلصت، وهي بقى كانت يعني كانت تحفي فكرتها انها عايزة تسافر تطلع تشتغل بره، فانا يعني قعدت قلت لها لا بلاش سفر بره لما تتجوزي تبقي مع جوزك احسن، لانك لو طلعتي لوحدك مش هتفكري في مصير الجواز ولا اسره ولا الدنيا هتلهيكي. فهي من الناس الطموحين يعني، بتحب انها تدور وتشتغل، فكانت فكرت دخلت على النت، وكانت شافت بقى ان شركة النيل كانت طالبة وشركة القاهرة كانت طالبة، وكان في شركة في المقطم كانت هي مكلمة رئيس مجلس الإدارة بتاعها. هي كانت بتحب انها تسعى وتشتغل، اه يعني اه تحب تعتمد على نفسها. كانت بتحب تعتمد على نفسها. انا بنت خالتي في شركة النيل للأدوية، كانت بتقول لا انا مش عايزة اشتغل فيها عشان ما يقولوش ان خالتي هي اللي متوسطة لي وان خالتي هي هي اللي عاملة. كانت بتروح الشركة كل يوم وتيجي. كانت بتروح الشركة كل يوم يعني، وتيجي اه الصبح من الساعة 6:15 تبقى خارجة من البيت، ترجع الساعة 5:15. لما كانت بترجع بقى كانت بتقول لك ايه او بتحكي لك ايه؟ كانت مثلا تقول احنا النهاردة انا نزلت التعبئة، انا عملت كذا، انا وزنت، انا ده انا احنا قعدنا كنا ده نور ده انا قعدت مع نورة ده انا قعدت مع الدكتور احمد، تحكي دي كان دايما كل اه اسرارها معاك ومع والدها. تحكي بقى اه تحكي لنا اليوم. طيب علاقتكم بيها انت قلت لنا كمان كانت يعني صاحبتك وبنتك مع حضرتك ومع والدها، وكانت دايما تقعد تهزر معاكم في البيت كده ايه وتحكي لكم كل اسرارها. اه لا هي كانت كتاب مفتوح، ما بتحبش يعني عن اي حد في البيت حاجة. وكان فرحها، كان فرحها امتى بالظبط؟ كان فرحها 11/11، هي كان اتحجزت الكوافير وكانوا حجزوا القاعة. كنت بتنزلوا الأيام الأخيرة قبل اه الوفاة تجيبوا باقي العزاء احنا الناقص. كنا يعني كان الخميس اللي فات اللي هو مثل امبارح ده، كانت هي وخطيبها راحوا عملوا كشف الطب. هي جت لي قبل ليلة الوفاة، ليلة الوفاة دي قالت لي يا ماما تخيلي النتيجة طلعت بدري، مستعجلين عليا في الجواز، كانوا كاتبين ان الورق هناخده يوم يعني بعد الكشف ب15 يوم، ده بعتلي الرسالة قبل اسبوع يا ماما، هما مستعجلين علينا نتجوز بسرعة ربنا صبر خط خطيبها وصبركم جميعا، يا رب وبإذن الله عروسة في الجنة. يا رب. بتقول لي بقى كانت بتقول لكم ايه عشان فيما يتعلق بأوضتها، كانت بتهزر معاكم كده في البيت عندكم؟ يعني في البيت عندنا كانت دايما تقول يا ماما الأوضة دي بتاعتي، أنا هقفلها وأخد مفتاحها معايا، وقت ما أجي عندكم أقعد يبقى شوية مكاني محجوز. وأستريح يوم. اه قلت لها أنت كده كده ليكي مكان، مش يعني مش وقت ما تيجي تنور البيت، بس أنت بقى يبقى ايه بيتك ودنيتك أولى في حياتك. قالت بقى لما تيجي مثلا تبقي جايبة حاجة نقسمها بالنص، أي حاجة تعملي تقلية ليكي هتعملي لي، هتعملي صلصة طماطم اعملي لي، هتجيبي مانجا تخزنيها شاركيها في اعملي كل لي، حاجة. يعني تبقى مشاركاني في كل حاجة. طب انا حضرت الجنازة اول امبارح وكان الحقيقة المشهد مهيب جدا وحضر عدد كبير جدا. مش شفت كمان يعني الحقيقة بسؤال الاهالي، قال انه كمان في اهالي كتير مش من جنزور، ده في ناس الكرة المجاورة كمان، كل الناس جت كل اه وبنات كل دفعتها. كل بنات دفعتها واصحابهم واخواتهم اللي كانوا عرفوا باللي حصل لها كلهم جم، حتى الشركة ذات نفسها جابت باص بحاله هنا، بس احنا ما يعني ما هما من الزحمة ما كل تواصلوش الناس مع، كانت حزينة على فضل. حتى هو كان في واحد زميلها يعني في الشركة اسمه الأستاذ عاطف، ما هو تقريبا خد تليفوني من حد وحاول يتواصل معي. عشان يعزيك يعني. اه فأنا كنت يومها فعلا مش قادرة أتكلم، الجماعة اللي كانوا حواليا هم اللي ردوا على التليفون. انا شفت زمايلها كانوا بيزغرطوا في جنازتها وبيزفوها في جنازتها، يعني على قد ما هم كانوا زعلانين على قد ما هم فرحانين انها عروسه في الجنه باذن الله. اه الحمد لله المقبرة دي ما فيها بنت عمها برضك ميتة عروسة، يعني نفس العين دي بنت عمها، بنت عمها بنت متوفيه برضو قبل متوفية. فرحها. لا هي كانت لسه عندها 19 سنة،
بس كانت أصيبت بمرض ومندفنة بقى في بقالها يعني الفرق ما بينهم سنة وثلاث شهور. كانت مخطوبة برضه يعني. لا ما كانتش مخطوبة لسه، بس ميتة شاب عروسة برضه. حتى احنا كان بنت خال باباها كانت متوفية وكانوا عايزين يفتحوا على بنت عمها، هم قالوا لا ما تفتحوش، معلش ما حدش يفتح عليها دلوقتي. أتاري اللحظة كانت متأجلة البطة عشان يخشوا مع بعض. ربنا يبارك في الباقي من أولاد حضرتك يا وتصبركم حبيبي جميعا، ويخلص تعزينا ويرحم فاطمة بإذن الله.